السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب حملاوي في قسنطينة، ونشوف باللي الأشغال راهي تقرب من النهاية، يعني بقات يعني اللمسات الأخيرة، والمظهر يظهر يعني جيد، يعني رينوفالمون رينوفاسيون بلوتو. دونك هذا هو، ونتأسف عن غياب السقف وال يعني طلب متطلبات يعني المليحة نتاع الشباب اللي كل مرة يأكدوا على النقطة هذه، لكن إن شاء الله يكون فيها مشروع آخر نتاع ملعب كبير بقسنطينة. في انتظار ذلك أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.